تم نقل هذه المادة إلى سلالة البكتيريا آر غير المميتة المميتة المشاهدة لم تتحول سلالة آر غير المميتة إلى السلالة الأخرى إس المميتة، لأن الدي إن إيه اتحلل، لأن الدي إن إيه اتحلل بالإنزيم. يبقى التفسير تتوقف عملية التحول البكتيري نتيجة لغياب مادة الدي إن إيه التي تحللت بسبب الإنزيم، تحللت بسبب إيه الإنزيم. الاستنتاج يبقى الدي ان ايه هو المادة الوراثية وليس البروتين. بعد كده عندنا لاقمات البكتيريا اللي بنسميها البكتيريوفاج او الفاج بس،